أنا بحبك يا رب، أنا بعبودك يا رب، وأنا قلبي طول الطريق حيفضل ملكي لي. كثير بس نحكي عن الوقت بحسوها شوي غريبه، لانه مثل ما انتم انه بالنسبه لكم حكيتوا عن كثير اشياء واشتغلتوا على زواجكم على كثير اشياء، بس الوقت بناخذها كثير مهم، انه ليه بدي احكي عنها. بس انا بحب اقول انه نحن سيشن من السيشن اللي بنعملها هي الوقت والمصاري بنفس الاهميه. ليه؟ لانه نحن بنعرف انه سوء التفاهم اول شيء او التواصل بالزواج هو من احد ركائن الزواج، والوقت والمصاري هن اكثر شغلتين بيعملوا مس كوميونيكيشن، بيخلقوا سوء تفاهم كثير كبير. ليه؟ لانه نظرتنا للوقت مختلفه. في ناس بحبوا الحياه السبونتينيوس، يعني ما بدنا نقول نحن لوين رايحين، نوعه ومنقرر اليوم وين نحن رايحين. وفي ناس بحبوا حياتهم تكون منظمة، يعني بدهم يعرفوا قبل بشهر شو عاملين، ومن هالساعة لهالساعة شو عاملين، ومن هالساعة وفي ناس كتير فلكسبل، يعني لتسي اليوم كنا رايحين على البحر بطل ماشي الحال منروح على النار ما عندنا مشكلة. وفي ناس لا بتوقف مش بإيدها، ما نحن كنا قايلين رايحين على البحر ليه بدنا نغير. سو كل هيدول شو بيخلقوا؟ بيخلقوا توتر، لانه يوجوالي الكوبل عاده بيكونوا مختلفين عن بعض. نحن الوقت حسيت انه هو موضوع كثير كثير في امور متشعبه. بشكر كثير رب انه انا وماريان بس بدنا نحضر تروح على محل زياره او وين ما كان بنكون حاضرين مع بعض. بحب شغله ماريان بتقلي، لانه هي ما بتعرف موضوع الوقت اي ساعه تكون حاضره، بتقلي بليز احسب لي قد ايه. مشان هيك انا بقول كثير مهم لنتفادى الجروحات وسوء التفاهم. كتير مهم نحن كلنا بنشتغل صح؟ ليه ماشي حالنا؟ مين الشخص اللي ماشي حاله بشغله؟ في سكادجول صح واضح، في اشياء مطلوبه، ومنقيم نفسنا على اي اساس؟ بنقيم نفسنا على اساس السكادجول اللي انعمل خلال الاسبوع، وبنتقيم 100% وبنتقيم على هالاساس. اذا بدنا الزواج ينجح ما فينا نقعد وما يكون عندنا سكادجول مع بعض ككوبل. لما نحط سكادجول بخفف، يعني مرات كثير كنت اساله قبل بنهار لرواد حرام طب بكره اي ساعه الشغل، اللي ما بعرف انا انقهرت، انا بدي اعرف تعرف ضبط وقتي، اعرف اذا رح اشوفه بالنهار، فهو يعتبر كانه عم ما بعرف شو بتعتبر. لا لا بعتبر انه حبس، وبينحط علي ضغط اكثر بنفسيتي من انا وصغير كان طب بركي ما رجعت اربعه. مزبوط، السكادجول هو مش ليحد يعني الشخصية. ما فينا نفرضه عليه، لا بس فينا تنظم. نحن سكادجول ليكون في يونيتي، ليكون في وحده بالزواج، وللاولويات تكون صح. صدقوني اذا بدنا نكون اشخاص منتجين ودقيقين ونقيم الاشياء، هيدا اللي بقيم مش احاسيسي. كل ما رح نكون منظمين كل ما رح نكون افكتيف اكثر، منتجين اكثر، وعن جد جربوها وشوفوا. لما نحط السكادجول بنقدر نعرف هل انا حياتي بتحمل شغل جديد، هل انا حياتي يمكن بتحمل اولاد بعد كمان، حتى يمكن بهول التفاصيل لازم أكيد. نفكر حتى ما نكون عم نقصر بشيء، وتكون اولوياتنا واضحه. يعني انا اولويتي تنقول وقتي مع الرب، اولويتي زوجي، اولادي، شغلي، وبعدين بيجوا الاشياء الثانيه. سو هذا بيفضح كان وين نحن مقصرين وين لازم نحط طاقه ووقت اكثر. الاولويات عندهم مش واضحه، سكادجول هو بيحدد. ليه؟ لانه اوقات تهم انه كان فيك بسهوله تتهمها لماريان انه هي ما عم تدعم احلامك. مزبوط، انه هيدا حلمي انا بدي اعمل، وانت بس هي ما عم تفكر، هي عم تحكي لانه اثنيناتكم همكم الزواج، واثنيناتكم عندكم نفس الهدف انه انا بدي ابني بيتي، بيتي اولا بعدين بيجوا هالاشياء. مشان هيك الطريقه بده يكون فيها حكمه كثير، ما تنفرض، وبنفس الوقت يكون فيها مساحه، يكون الكادر موجود، الفكرة موجودة تنقدر نضل موحدين. لمشاهدة الحلقة الكاملة زوروا سات7 بلس.